متابعي كرة القدم، نقدم لكم اليوم موعد مباراة الأهلي والفيصلي الذي تقام بدور نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الذي تقام يوم الجمعة 30 مارس 2018. كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة بالتفصيل. وتقام المباراة على ملعب استاد مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة المجمعة بالسعودية. وتقام مباراة الأهلي والفيصلي الجمعة 30 مارس 2018 في تمام الساعة 7:30 و5 دقائق بتوقيت مصر وليبيا والسودان، و9:30 و5 دقائق بتوقيت الإمارات، و8:30 و5 دقائق بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، و5:30 و5 دقائق بتوقيت غرينتش. كما تذاع المباراة بث مباشر عبر قناة NBC الرياضية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.